احنا موفرين هنا للزوار كوسيله تنقل بين الفعاليات، لانه ما شاء الله تقريبا امتداد الفعاليه 3 كيلو، فمديك عندك تاخذ مثلا دراجه من هنا توقفها قدام كل فعاليه في موقف دراجات، مديك توقف دراجه تدخل جوا تنبسط في الفعاليات ترجع تاخذها وتنقل فيها، ومنها وسيله ترفيه كمان وعندك رياضه، وعندك مديك كمان اذا خلصت منها تسلمها في اي موقف موزعه على امتداد ابحر. الدراجات حقتنا رياضيه وفيها جير مناسبه لجميع الفئات النسائيه والرجاليه والاعمار تقريبا، وتميز كمان عندنا وسائل السلامه بين الخوذه والستره، وعندك الكشافات في كل دراجه، وطبعا في لها مسار مخصص. الدراجة هي متعة وترفيه ورياضة وتنقل، فالواحد أنا جيت تقولوا سمعت عن الدراجات وتفاجأت صراحة، شيء يبهج ويسر إنه في جدة وفي المملكة العربية السعودية تحت مظلة موسم أبحر وهيئة الترفيه دراجات ومنتشرة على طول كورنيش أبحر، فشيء جميل وميسرة وأسعارها بسيطة. يعني الصراحة من الساعة 5 للساعة 1 العصر لواحد الليل 50 ريال هذه ولا شيء، فشكرا يعني صراحة للتنظيم هذا الجميل والدراجات الرائعة. يعني شايف كمان حتى فيها جيرز وفيها أشياء ممكن تغير فيها تبدل السرعة وسهلة ومريحة. أول حاجة إحنا نشكر موسم جدة على الفعاليات الجميلة هذه. ثاني حاجة بالنسبة لوجود الدراجات هذه حاجة جميلة بحد ذاتها، الناس اللي بتمارس الرياضة اللي ما عندهم مقدر إن هم يشيلوا دراجات تمام يستويروا زي كده فيجوا هنا التذكرة جدا جميلة، 50 ريال بتاخذ الدراجة معاك اليوم كله بتمارس الرياضة، وصراحة انبساط حاجة مرة جميلة يعني. والله يعطيهم العافية، أول شيء موسم جدة على الفعاليات الموجودة بكثرة. طبعا الدراجة هي وسيلة ترفيه وتنقل ورياضة في نفس الوقت، بحيث إنه يمديك تنزل من فعالية لفعالية بوسيلة سهلة ومريحة، ويعطيهم العافية على المجهودات هذه.